كاينش النظام بحال هكا ناقصه ما كاينش النظام عندها الناس كتشكى كتشكى من الاوراق اللي كيدفعوا في نارسا كيتعطلوا عليهم كادغريزات كاين الكادغريز اللي كيدير 5 شهور 6 شهور الناس كتشكى بزاف الناس كيوقع لهم مشاكل في الكادغريزات وفي البيرميات ما كيصلحوش ليهم كيقول لهم سيروا سيرفيس زيميل كيرجع سيرفيس زيميل كيبقى يتسنى هنا مسكين شحال ديال الناس كيجوا من بعيد ما كيقضيو حتى حاجه وكاين تعطال في الورقه الرماديه وفي رخصه السياقه بالنسبه للنارسه نارسه كاين شي حوايج وكاين شي حوايج ما كيتصحوش بحال اللغه العربيه الا مشات في لابليكاسي ما كتصحش ما كتخرجش مازال فرونسي كتخرج فرونسي كتخرج العربيه ما كتخرجش الا مشات دخلات وقع شي خطا ما كتبانش ملي كيمشي عند نارسه كيقول لي بان عندك خطا سيرتو لا فاليدا صافي ما بقاش يتصحح الخطا خاصو يعاود يقلب على السيد عاود ثاني يدير انيلاسيون وتسنى انيلاسيون كتعطل الانيلاسيون كاين لي دوموند بعد دوموند دي بي و دي في بعد مرات كيمشيو الانسان في السيبير كيتهربوا ليه ما يبقاش يعقل عليهم خاصو يطلع حتى الرباط يجبدهم كيجيو هنا بعد مرات كيقول لهم ما كاينينش هنايا سيرفيس زيميل خاصو يمشي يجبدهم من نارسا واش غنديروا لهم الناس كيجيو كيتشكاو بزاف مساكن الله يكون في العون الناس مساكن خاصهم يراجعوا هذا المشكل ديال هاد الابليكاسيون اللي داروا جديده هي خدامه مزيانه لصالح المواطن كيستافد منها المواطن بالنسبه للمواطن كيقلب على كاتيجوري زيرو في الاول كيعرف واش صحيحه ولا ماشي صحيحه المهم هذه بالنسبه مبادره زوينه داروا في الاول ولكن بالنسبه للتعطال ديال الكاتيجوريزات راهم كيتعطلوا عليهم بزاف وحتى التصحيح كما قلنا في الورقه الرماديه راه الناس كتسكى بزاف حتى مسكين هذاك الانسان اللي في السيبر لا وقع مثلا ابراهيم حيد ليه الالف في الاول ولا ما دارش الباء وقع شي خطا ما كيبانش ما كيخرجش مع الاوراق ديال دوك لي دوموند ما كاين دي بي وكاينه هذا الدي في بالنسبه للانسان اللي شاري طوموبيل بلا وكاله بلا بروكوراسيون وكاينه الدي بي والدي في كيخرجوا لي دوموند هما الاولين بالنسبه للانسان شاري بروكوراسيون بوكاله هذو اللي شارين بلا وكاله نفس المشكل اللي شاري بوكاله الا وقع عليه الخطا ما كيتصححش الا مشات فاليده حيت الا بغيتي تقلب على الخطا واش كاين في اللغه العربيه ما كيبانش لك ما تيخرجش مع الاوراق تيخرج لك على الفرنسي الا كتبتي بالعربيه تقدر ما يخرجش لك فرنسي ولا كتبتي بالفرنسي ما تخرجش لك العربيه هذا هو المشكل عاويس كان تشكاو منه جميع الناس والناس مساكن حيت السيبر ما السيبر مسكين ماشي ملائكه ما غاديش يخطا كلشي كيخطا يقدر بقى مسكين يخدم يدوي مع واحد يجي كليكي على باي كليكي عليها اذا الحلول مثلا الحلول شنو تقترح في الحلول باش انا المشاكل الناس مساكن هاد الناس اللي دابا اللي مساكن كيدفعوا الوراقات ديالهم وكيتانيرو لهم ما كيدوشوش ليهم في السيت عندهم خاصهم يشوفوا معاهم يديروا لهم شي حل ما يبقاوش يعطوا عليهم لانيلاسيون خاصهم يفكوا لهم المشكل ديالهم الناس مساكن كتشكى كاين مسكين اللي شاري طوموبيل باغي يخدم عليها كاين اللي عاطيه فلوسه ما كيتسنى هي كاينه لانيلاسيون كتاني لها الوراقات كيتاني لها ولكن بعض المرات كيتعطلوا كاين شي دوموند مثلا ما كاين شي حوايج ما كيتاني لهمش مثلا الانسان اللي بدا مشى عند واحد مستيبر وبغى يكتب عنده او لاي واحد كيوقع لي مسكين هذاك الدوموند كيهرب ليه ما كيبقاش يطلع لا في الايميل ولا في الدوكيمون كيهرب ما كيبقاش يبان فين كيطلع كيطلع النارسه عند النارسه في الرباط مباشره هاد الانسان الا جا هنا لهنا للسيرفيس ديال بعض المرات كيقول لي ما طالعش عندنا حنا خاصو يمشي يجيبو من 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 الوكاله ديال النارسه اما كازا ولا مشي للرباط يبقى يتسنى تيعطوا هذاك لا دوموند عاد يجيبو باش يعاود يانيلي به ويعاود يكتب من جديد هاد المشاكل كتشكلنا من الناس بزاف هاد المشاكل هاد لمده 33 عام وانا عند باب الاداره تقريبا 33 عام حنا نعطوا الارشادات الناس مجانا اللي جاش بغى شي حاجه كنعطوها ليه مجانا كنسولونا كيعطونا اللي بغى يصاوب شي حاجه كنصاوبوها ليه واللي ما كيصاوبش وبغى يسول وبغى شي استشاره قانونيه كنعطوها ليه حنا المهم عندنا حنا خدمه المواطنين او خدمه الشعب والدوله هذا هو الهدف عندنا حنا المواطن الا عطيناه معلومات واستافد هذاك هو الربح عندنا حنا اذا هاد السيكي اللي مشاكل بزاف الناس راه مساكن اللي كيتعاني ولا الاوراق البوسطه كنقول لك ما نعقلش عليك انا البوسطه كيقول لك ما نعقلش عليك انا نقول لك ما نصابش لك انا خاصك تمشي تقلب على راسك لان السيستم انيناليه حيت هما تيخدموا بالسيستم ديال نارسا ملي نارسا ما كتقبلش شي حاجه وزياده على ذلك كاين الجماعات المحليه وكاين شي بلايص هنايا اللي كيديروا لوكيليزاسيون الخط ديالهم ما كيتفهمش بصفه نهائيه خط بحال كيكتبوا الدري الله عدو الثاني ولا الثالث
مثلا او ما تعرفها او ما تعرفها ا ما تعرفها ب ما تعرفها س ما كتكتبش الخط ما واضحش خاصهم يوضحوا الخط وكاشي داري ريكتيفيكاسيون كاشي الدير داك الدير خاصو يكون في الوراق مزيان راه الناس كتشكى منه لان هذاك ما كيدوش السيستم كيتانيلا ما كيدوش هذاك الا كان الكاشي داري لان هذوك الناس ديال المقاطعات خاصهم يصابوا كاشيات مزيانين ويكونوا فيهم يكونوا فيهم كتبه باينه واضحه اش من مقاطعه وتكون فيهم الاسماء مزيانين باش مني كيدوز في السكان كيعطي الا ما كانش ما باينش مزيان ما كيعطيش كيتانيلا والانسان كتب مع السيد في طنجه وجا هنا السطات بغى يدفع فين غيمشي يمشي يرجع لطنجه وكتب معاه في العيون يرجع للعيون ولا يرجع من الرقص هاد المسائل حتى هي كيتشكى منها المواطن وخاص الانسان اللي يكون في الكريزاسيون يكتب خط واضح لان الناس بكري كانوا الناس كان عندهم خط مزيان دابا الخط ضعيف بزاف والله الا كاين شي وثائق عندنا حنا دابا حاليا والله ما معروفاش الكتبه ديالو ما تعرف واش مكتوب ما تقراهاش لا وريتها لشي واحد يقرا والله العظيم الحشومه وثيقه ما انسان ما تعرفش يكتب ما تعرفش واش يكتبها بالام ما معروفاش ام ولا شنو هي هادو كيتشكم لان هادو شكون هما اللي هاد الكتبه شكون اللي كياكل فيها الدق المواطن اللي كيمشي يبغي يدفع هادوك لي دوموند داشا دوموند دو فونت دوموند داشا ملي كيبغي ملي تقاليزا وكيمشي يدفع ما كيطلعوش بهاد الكاشي داري الا كان قديم ولا كان ما باينش وتما لي نون برينو ما كيكونوش واضحين